أصرار عن أزمة أحمد فهمي الأخيرة، ولهذا السبب تصدر مواقع التواصل. تصدر الفنان أحمد فهمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرض لهجوم شرس على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة دون أن يعرف أحد سبب الهجوم على الفنان أحمد فهمي، ولكنه تصدر مواقع التواصل الاجتماعي. وبالبحث تبين أن الأزمة بدأت عندما رفض الفنان أحمد فهمي إجراء حوار صحفي، حيث كتب فهمي عبر صفحته على موقع فيسبوك أن إحدى الصحف أرسلت له صحفيا في اللوكيشن، وعندما رفض إجراء حوار معه لعدم أخذ موعد سابق وجهت الشتائم إلى الفنان الشاب من خلال مقال أحد الصحفيين المسؤولين في الجريدة، ولكن الجريدة نفت تلك الواقعة وبدأت حملة ضد الفنان أحمد فهمي. ونستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفنان أحمد فهمي، حيث تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. كون الفنان أحمد فهمي في فترة الجامعة مع أصدقائه فرقة عرفت باسم تمر هندي للإنتاج الفني، وقدموا أفلاما سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة، كان أنجحها فيلم رجال لا تعرف المستحيل. لفتت الفكرة نظر محمد حفظي الذي كان وقتها يتجه للإنتاج، وبالفعل أنتج له مسلسل أفيش وتشبيه الذي كان يقدم في كل حلقة صورة ساخرة لأحد كلاسيكيات السينما المصرية. ثم أنتج لهم حفظي بعدها فيلم ورقة شفرة الذي حقق نجاحا كبيرا على مستوى النقد والإيرادات. كانت انطلاقته في عالم السينما من خلال كتابة سيناريو فيلم كده رضا لأحمد حلمي، ثم قام بعدها بالمشاركة في كتابة وتمثيل فيلم ورقة شفرة الذي جعل وجهه معروفا لدى الجماهير. حاز على جائزة النقاد لأفضل وجوه جديدة في العام 2008 مناصفة مع زميليه في فيلم ورقة شفرة هشام ماجد وشيكو. تزوج الفنان أحمد فهمي من نحسين فهمي في العام 2012 في حفل زفاف اقتصر على أهل العروسين فقط. وفي 15 من أغسطس من عام 2018 احتفل أحمد فهمي بخطوبته على الممثلة المصرية هنا الزاهد في حفل عائلي أقيم بمنزل العروس، واقتصر الحفل على أهل العروسين وعدد قليل من أصدقائهم. جاء ارتباط أحمد فهمي بهنا الزاهد بعد أشهر من انفصاله عن منة حسين فهمي ابنة الفنان حسين فهمي.